مبدأ قديم ومعروف، كافئ صاحب العمل وراح تحصل على المزيد من ذلك العمل، عاقبه وراح يقل. انتشر هذا المبدأ في الماضي وأصبح قاعدة تعمل عليها كثير من الشركات في العالم، وحتى الناس العاديين يطبقون هذا المبدأ في حياتهم وايد، وخصوصا في تربية الأبناء. يعني مثلا أشوف واحد يقول حق ولده إذا نجحت أو إذا جت مثلا الدرجة الفلانية بأخذ لك الهدية الفلانية، لكن إذا فشلت راح تتعاقب. ومدير الشركة يقول حق الموظف إذا وصلت لمثلا المبيعات اللي هي يعني بالرقم كذا بتكون لك نسبة، وإذا نزلت عن كذا ما راح أعطيك شيء. هذا المبدأ يعامل فيه الإنسان وكأنه آلة أو حيوان في سيرك، يدربونه بالمتعة والألم، بالربح والخسارة. وفي الوقت نفسه فإن هذا المبدأ يغفل مبدأ قد يكون أهم منه بكثير، وهو مبدأ استمتاع الإنسان بما يعمل. والسؤال هو، هل يعمل هذا المبدأ بشكل فعال؟ هل يساعد في تنمية العمل بشكل مستدام؟ والأهم من كل ذلك، هل يشجع على الإبداع؟ الجواب هو لا. قد تستغربون، لكن من الأربعينات والعلماء يدرسون مدى فعالية مبدأ الجزرة والعصا، أي الثواب والعقاب. ومع تقدم الدراسات وتطبيق التجارب العملية على الحيوانات والبشر، كان المبدأ يفقد مصداقيته أكثر. خبراء ماليين، علماء نفس واجتماع، مدربين، معلمين، كلهم أجزموا على أن هذا المبدأ لا يعمل في أغلب الأحيان. في عام 1949 قام عالم النفس هاري هارلو بتجربة جميلة جدا، جاب مجموعة من قردة الريسوسي اللي يشوفونهم في الأفلام وايد، وعطاهم بازل أو لعبة وشاف شو بيسوون، وما عطاهم مكافأة. بدأت القردة تلعب وتحاول أنها تحل البازل هذا. قام بالتجربة مرة ثانية، شاف أن القردة أيضا قامت تلعب وتحاول تحل البازل بدون ما يعطيهم مكافأة، فاكتشف بأن القردة قامت بهالعمل لأن لبى شيء في داخلها، أشياء مثل الشغف وحب اللعب والفضول. وفي تجربة أخرى جابوا مجموعتين من الأطفال وعطوهم أوراق بيضة وألوان، وقالوا حق المجموعة الأولى لونوا، أما المجموعة الثانية قالوا لهم هذا مكافئ مادي ولونوا. انتهت التجربة وعطوا الأطفال أوراق ثانية، بس هالمرة قالوا للمجموعة الثانية ماشي مكافأة مادية. شو اللي صار؟ امتنع الأطفال عن التلوين. ليش؟ لأن في هالتجربة تم انتزاع الشعور بالمعنى من داخلهم وزرع المقابل المادي مكانه، لذلك الشعور بالمعنى هو أجمل مكافأة ممكن أن يحصل عليها الإنسان. تم إجراء تجربة في جامعة MIT حيث طلب الباحثون من مجموعة من الطلاب القيام ببعض الأعمال البسيطة مثل حل مسائل رياضية، وعرضوا ثلاث أنواع من الجوائز: جائزة صغيرة لذوي الأداء الأقل من العادي، وجائزة متوسطة لذوي الأداء المتوسط، وجائزة كبيرة لذوي الأداء المتقدم. فوجدوا للمفاجأة أنه لما تكبر الجائزة يكون أثرها سيء على الأداء، خصوصا إذا كان مطلوب في ذلك الأداء الإبداع أو الابتكار. فالعلماء ظنوا أن الطلاب هذيلة يمكن مو محتاجين للمال، لذلك ما حفزهم للعمل، فقرروا الانتقال إلى مكان آخر من العالم حيث يكون الناس أكثر حاجة للمال، فانتقلوا إلى مدينة مادوري في الهند وكرروا نفس التجربة بالضبط. شو اللي صار؟ حصلوا على نفس النتائج. تعرفون ليش؟ ليش الجزرة لم تعمل كمحفز في هالمنطقة؟ لأن الجائزة شتتت أفكار المتنافسين وانشغلوا عن العمل بها، مما سبب لهم التوتر اللي أدى إلى أداء سيء. إذن لو كان هذا المبدأ يعمل بشكل صحيح، فليش نشوف عشرات الآلاف من الناس يشاركون في إثراء المحتوى المعرفي في ويكيبيديا وبدون مقابل؟ وليش أيضا عشرات الآلاف يشاركون في تطوير برامج الهواتف وغيرها اللي يسمونها الأوبن سورس، يعني يقدر أي مبرمج أن يعدل عليها مثل لينكس وفايرفوكس وغيرها بدون مقابل أيضا، بل يعني حتى بدون ما يذكرون اسمه؟ وليش الناس في إجازاتهم يتعلمون العزف والرسم والحياكة وغيرها ويدفعون فلوس ويسهرون في الليل يتدربون
ليبذلون جهد وهم ما حد بيعرف عنهم. تعرفون ليش؟ لأن هذه الأعمال تعطينا شعور بالمعنى، شعور أكبر وأجمل من الربح والخسارة. شيء ممتع جدا لما يشعر الإنسان بأن يقود مصيره الشخصي بنفسه، وفرحة ما نقدر نوصفها لما نتعلم شيء نحبه ونتقن شيء كان ودنا من زمان نتعلمه. مو بعلشان يقولون ما شاء الله فلان يتكلم ياباني أو فلان تعزف بيانو، أبدا، علشاننا إحنا، علشان احترامنا وتقديرنا لذاتنا، وهذه هي إحدى أروع مراحل السعادة. الإحساس بأنك تقود مصيرك الشخصي من أهم موجبات السعادة في حياتك. ترى ما حد يحب يكون راكب في مركب وما يعرف هو وين ساير ولا حتى شو مصيره. الإنسان يحب أن يكون له هو الخيار في إدارة دفة حياته، حتى لو كانت حياته بسيطة وصغيرة، لكن تحكمه في اللي يصير فيها يعني له الكثير. ولما يشعر بأنه يقوم بعمل لأنه يحبه مو لأنه مضطر له، فتلك هي أحد أوجه السعادة الحقيقية، وبهذا يبدع الإنسان. الرغبة الداخلية بالتعلم والتطوير هي الدافع الأقوى للإبداع، هي اللي خلت ويكيبيديا أكبر موسوعة في تاريخ الإنسانية. يعني على الرغم بأن موسوعة إنكارتا اللي كانت مملوكة لمايكروسوفت كان فيها خبراء وباحثين يأخذون رواتب ومكافآت مقابل أعمالهم، لكنها أفلست وسكرت. ليش؟ لأن الناس اللي تكتب في ويكيبيديا عندها شغف مشاركة الآخرين المعلومة، عندها رغبة بنشر المعرفة بالتطوير، فتشعر بالرضا والشغف بما تقوم به. لكن هل هذا يعني أن الجوائز والمال ما لهم أي أهمية؟ طبعا لهم أهمية وكبيرة أيضا، فالتكريم والمكافأة مهمين لدفع الناس لإنجاز الأهداف قصيرة المدى، ويصلحون للأعمال اللي ما فيها تفكير إبداعي وما تحتاج إلى شغف وحماس كبيرين. لكن إذا أردت أن تقوم بمشروع مختلف وطويل المدى وفيه إبداع، فأنت في حاجة للبحث عن ناس يحبون هذا العمل، يفكرون فيه ليل نهار ويشعرون بأن جزء من ذاتهم وأنهم جزء من تلك المهمة. وايد من الشركات بدأت تتخلى عن نظام المكافآت فيما يخص الأعمال الإبداعية، ومنها شركة جوجل اللي تسمح للموظفين باستخدام 20% من أوقاتهم لتطوير شيء يحبونه، أو لأنهم مثلا يجربون شيء بدون ما تحاسبهم. يعني إذا الموظف عنده شغف لعمل شيء معين يخلونه على راحته، فشو يصير في النهاية؟ يخرج هذا الموظف بفكرة أو بمنتج جديد يعود بالنفع على الشركة. ولذلك فإن كثير من برامج وتطبيقات جوجل جت من هذه الأعمال والهوايات اللي قد يصنفها البعض على أنها هامشية وجانبية، لكنها في الحقيقة أكثر نجاحاً في أعمال الشركة. أما شركة أتليشين للبرمجيات، وهي شركة يعني مشهورة ومعروفة، اكتشفت أن اليوم الحر اللي تعطيه موظفينها عشان يسوون اللي يبونه هو اليوم اللي خرجت فيه أفضل منتجات الشركة في السوق. ليش؟ لأن الموظف يشعر في ذلك اليوم أن يسوي شيء يحبه مو بشيء مطلوب منه، وقد يسأل سائل ويقول شو يعني؟ نوظف ناس ونخليهم يشتغلون على راحتهم؟ لا، وظف ناس عندهم شغف في المكان اللي انت حاطنهم فيه، وخلهم على راحتهم وراح يغيرون هذا المكان وينتجوا لك أفضل المنتجات. في كتابه الجميل مغامرات توم سوير، لازم تقرونه، ويمكن يعني أغلبكم قارينه، يحكي مارك توين قصة توم لما عوقب بصبغ سور المنزل. فشو كان يسوي؟ كان لما حد يمر عليه ويكلمه ما يرد، ويسوي عمره أنه منسجم بصبغ السور ومستمتع جدا، فيقول للشخص خلني أصبغ أنا بعد شوي، فيرفض ويظل الشخص يترجاه لين يوافق. وأحيانا يعطونه مقابل مثل يعني تفاحة أو أكل علشان يوافق، وانتهى إلى أن جعل الآخرين يصبغون السور كله. ليش؟ لأنه خلاهم يحبون هذا العمل، غرس فيهم حب العمل هذا بطريقة ذكية فاستفاد منهم. إذا كنت مسؤول أو صاحب عمل أو رب أسرة، فتذكر أن من يقعون تحت سلطتك ومسؤوليتك هم بشر
ولازم تفهم طريقة التعامل مع البشر. أحياناً الواحد منا يظن بأن لما يكون شديد ويكون الثواب والعقاب واضحين فهو صار عادل وما ظلم، لكن المسألة مش فقط مسألة عدالة وظلم، القضية أيضاً قضية إنتاجية. فإذا أردت أن تزيد من إنتاجية الناس اللي تعمل معك فعليك أن تذهب إلى أبعد من مفهوم العصا والجزرة، أي عليك أن تخلق شغف في داخل فريق عملك. وإذا كنت موظف فأنت في حاجة إلى أن تكون ضمن منظومة أكبر منك، يعني تحتاج أن تبحث عن الأشياء اللي تخليك شغوف وتخليك ودك أنك أنت ما توقف ولا حتى ساعة واحدة. هات ورقة وقلم وحاول توصف مشاعرك لما تروح الشغل أو لما تسوي هواية معينة. اكتب واكتب لين توصل للشيء اللي تشعر بأنك تحبه ومستعد أنك أنت تقضي حياتك كلها وأنت تسويه بدون ما تمل. لا تقولون أن الكتابة ما راح تغير شيء، صدقوني لما تبدون تكتبون راح تنفرش أفكاركم على الورقة وكأنها تأتيكم لأول مرة. لما تقوم من النوم الصبح، إذا قمت من السرير وأنت متحمس فأنت في المكان المناسب. وإذا ترددت للحظة وقلت في نفسك أروح الشغل ولا ما أروح، فاعلم بأنك في المكان الخطأ. ومهما كان شغلك زين لكن في داخلك أنت مو مرتاح، فلازم تكون عندك خطة أنك تطلع منه في يوم من الأيام وتسوي الشيء اللي تفكر فيه وتحلم بطول عمرك. ما تقول خطورة ومغامرة، بقول لك نعم وبعد شوية جنون، لكن الناس اللي يتحلون بالشجاعة لمواجهة حياتهم هم اللي يعيشونها مثل ما يبون. فكر شوي، شو قيمة الحياة؟ ليش أنت في هذا المكان؟ وتذكر بأن الأيام تمضي سواء سويت اللي تحبه أم لا، ومن تعاسة المرء أن يعيش حياة غيره. خلك جريء وشجاع وسوي الشيء اللي تحبه اليوم، فالسعادة أغلى من أن نؤجلها ليوم آخر. مع السلامة. أنا المسافر والأحلام تحملني، القلب بوصلتي والعقل مصباحي، الأرض بيتي وكل الناس عائلتي، بالحب أوصل أرواحا بأرواح. ما قل من كلماتي دل من عملي، وكل تجربة جسر لإنجاحي. آمنت باليسر بعد العسر في ثقة بمن يحول أحزاني لأفراحي. سيفتح الله بابا كنت تحسبه من شدة اليأس لم يخلق بمفتاحي. سيفتح الله بابا كنت تحسبه من شدة اليأس لم يخلق بمفتاحي.